ما هذا المفتاح؟ يبدو عليه أنه أثري، لا بأس سأرتديه. ما هذا الذي في عنقك يا ميمون؟ إنه مفتاح يا حكيمة. أعطني المفتاح يا ميمون. ما هذه الكتابة يا حكيمة؟ الكهف الأسود. ماذا تقصدين بالكهف الأسود؟ هذا المفتاح سيدلنا على الكنز. كنز؟ نذهب إلى الكهف الأسود لنبحث عن الكنز. ما هو الكنز يا حكيمة؟ 1000 قطعة ذهبية على ما أظن. 1000 قطعة؟ يا إلهي، متى سنذهب يا حكيمة؟ سننطلق مع الصباح الباكر، استعدوا جيدا. لما نذهب جميعا؟ يجب أن يكون الكنز من نصيبي، ولكن لا أعرف أين الكهف الأسود هذا. سأساير الحكيمة حتى أصل إليه. وفي الصباح الباكر انطلقت الحيوانات الطامحة تريد الوصول إلى الكنز. ماذا لو تمكنت من الظفر به وحدك يا أرنوب؟ ستعيش بقية العمر ملكا. يجب أن أجد طريقة للحصول عليه ومغادرة الغابة، لا أريد العودة إلى هنا. أنا آسف، يجب أن أحصل عليه بأكملها. لا أستطيع حمل 1000 قطعة وطيران وحدي، ماذا سأفعل؟ ما الحل؟ اتبعوا الخريطة، الكنز مدفون هنا عند هذه النقطة. هذا الكنز من نصيبي، أنا من وجدت المفتاح. أنا من عثرت على الباب. لولا قوتي لما تمكنتم من فتح الباب أبدا. لم تكن لتتمكن من الوصول إلى هنا دوننا. أعطني الورقة. هي لي. انظروا ماذا حصل عندما أعمى الطمع قلوبكم. أعتقد أننا حصلنا على أفضل عقاب. ماذا سنفعل الآن؟ عودوا إلى غابتكم.